حسن حسين قبل من البحرين، ومشاركتي في مناظرات دبي الرابعة هي عن الضمانات الدستورية للمرأة العربية في ظل إيجاد قوانين وبنود ومواد لتضمن حق المرأة الدستورية. أنظر لها أنها يعني فعلا راح تسهم في إحداث تغيير وتطور على صعيد كبير في حال تقبل الطرف الآخر اللي هو الرجل في هذا المجتمع بدور المرأة وقراره بدور المرأة أصلا، وأنه يجب أنه يعني أنه هناك مجال فعلا لهذه المرأة أن تأخذ فرصتها لإثبات وجودها وأنها قوة وطاقة بالإمكان الاستفادة منها في تطوير المجتمع وتغييره وتغيير ملامحه.